السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسلامة وسعادة. يلا بينا نقضي مع بعض يوم هندي جميل. واقول لكم بعمل ايه بالظبط. اول ما ببدأ التحضيرات ببدأ بالزنجبيل والثوم، بحط عليها شوية من الزيت وشوية من الملح وبضربهم علشان يحافظوا على اللون. تمام، جبت بقى ايه دلوقتي دي كلها بعمل ايه تحضيرات عشان لما اعمل الاكل بتاعي يكون كله بيخلص مع بعضه. دلوقتي جبت بقى ايه الرز وغسلته كويس جدا، اغسليه كذا مره، مره واتنين وتلاته واربعه لغايه ما تلاقي الميه بقت حلوه فاتحه معاكي. تمام، وهجيب كمان العدس، نص كوبايه من العدس عشان اعمل لكم اشهر وجبه في الهند كلها. هي ايه؟ السامبر. السامبر اشهر وجبه متفقون عليها جميع الولايات في الهند، فعلا طعمه جميل. بس تابعوني بقى وشوفوا التكات بتاعتي كده بالراحه وان شاء الله هيعجبكم، وهعمل لكم باسهل طريقه. غسلته كويس جدا جدا جدا. اوعي تنسي اللايك عشان ما ازعلش منكم. والله فعلا الناس بتعمل تصوير للاكل او تحضيرات للاكل بيتعبوا جدا، لانه اصعب تقريبا اصعب التصوير يعني. فنعمل ايه دلوقتي؟ حطيت فوق العدس اللي هي نص كوباية عدس عليها كوبايتين ونص من المية، وحطيت عليها شوية من الكركم، وقفلت عليها الضغطة لمدة 5 دقايق فقط، اكتر من كده ما تعمليش. هحط الرز. تمام، عشان شوفي القدرة دي جابتها لي حماتي هدية، بقالها 7 سنين معايا. شفت بحافظ على حاجتي ازاي؟ دي بقى الاشهر حاجه في كيرلا، وبياكلوها طبعا الهنود كلها موجوده في الهند كلها، بس بيحبوها قوي اهل كيرلا وبيسموها مورنينجا. وطبعا يعني انا مش بحبها يا الصراحه، ما باكلهاش ابدا، بس انا اولادي بيحبوها جدا. انا بنضفها بالطريقه دي او بالطريقه دي، بخياركم يا اما دي يا اما دي. وعلى فكره الخضار دي او الصنف ده موجود في الخليج كله. تمام، وكمان العشب بتاعه مفيد جدا للسكر والضغط، وبيجيب العشب بتاعه دي شجره، بتبقى دي شجره كبيره كده، فبياخدوا الشجره وبيغلوها مع سنه من الكركم، بيقولوا بالظبط السكر للناس اللي عندهم السكر عالي جدا. طبعا ده ايه، هقطع الخضار كبير، بقطع الخضار كبير كده علشان ما يتهريش فيه. هو بيعملوه كده في السمبر، بيقولوا لا السمبر لازم نعمل الخضار كبير. يبقى انا كده عملت ايه، ده بتنجان. انت عايزه بتنجان غير يعني الخضار ده بتاعك، اي نوع بتنجان او اي نوع خضار معلش. يبقى انا اخدت بقى ايه الفالوري والتشينا، واخدت هاخد كمان البصل، وكل ده اقطعه كبير على بعضه يعني كله على بعضه، والجزر. تمام، يبقى انا خدت ايه والقس هندي، حته قطعه، كل حاجه حته صغيره، ما كترش خضار خالص لان هيرمي معاكي كتير جدا. الفالوري ده ان شاء الله هبقى اعمل لكم معاه بردك طريقه تانية غير دي، يعني هو نوع من انواع القرع يعني، كل ده من فصيله القرع. وبغسله كده كويس، وبعد ما بغسله بنزل الميه منه، بحط عليه بقى ايه بصلتين كده متوسطين، وبحط عليه يا اما واحده كبيره كفايه يا اما وطماطميه واحده بس. دلوقتي بعد 5 دقايق العدس بتاعي ايه استوى. انا بعمله ايه يعني 5 دقايق بس في الضغطه، يعني فس فس تقفل الضغطه على طول خلاص. تمام، خليت بقى الخضار، اوعي تقفل الضغطه على الخضار ابدا، هيبقى معاكي زي العصير. تمام، يعني هو وطي عليه النار وهيستوي مع نفسه خالص، يعني ما تستعجلش على الحاجه، تقول انا احطه في الضغاطه دقيقه لا او مش عارف، لا هيستوي منك ملوش لازمه، اهم حاجه بس العدس يكون مستوي. دلوقتي احط ايه عصير التمر هندي، يعني جيبي قطعه كده يعني بين الصباعين كده، يكون قطعه كويسه مش كبيره قوي، نص كيلو لا، يعني يا دوبك حته صغيره جدا، يعني اكنك مثلا اكبر من قطعه الزلابيه بشويه. تمام، وبتنقعها في الميه لمده مثلا ربع ساعه، هتبقى ميه دافيه يعني، هتلاقيها تبقى عامله زي ما انتم شايفين كده. هتحطي بقى كزبره ناشفه معلقه كبيره، وحط شويه من الملح، ايوه، وقلبيها كده وتبقى زي الفل. سيبيه بقى ايه الخضار يستوي على مهله، محتاجه ميه حط ميه عادي.
كل ده بنعمل في الصنبر، انا تعبت بقى ومليت، معلش صبرا جميلا. المهم نكمل بقى الوجبة بتاعتنا دي. حبة الخردل على ايه، 3 معالق او معلقتين كبار من الزيت، هتستني لغاية ما الخردل تسمعي صوته كده. بعد كده هتحط بقى ايه، شوية بسيطة من الحلبة وشوية بسيطة من الكمون الناشف. دلوقتي هنحط البامية. البامية هتحط يعني ايه، يعني حوالي مثلا 10 حبات 15 حبة كده، يعني ايه ربع كيلو كده، يعني شوية صغيرين. انت بتحب البامية كتري براحتك، شوفي بقى انا ما حطيتوش في الضغطة خالص. دلوقتي المفروض كنت احط اوراق الكارت صراحة وانا مع الزيت وحبوب الخردل، بس نسيت فقلت احطه بقى فيما بعد عادي. اجيب بقى معلقة كبيرة من ايه، وطي النار وانت بتعملي كل ده، النار بتاعتك تكون واطية. معلقة كبيرة من ايه، من بهار الصنبر، وده اهم حاجة في الصنبر، خلاص اهم حاجة في الصنبر. وصبيع 10 دقايق وخلاص كده. هنيجي بقى هنا الايه، السمك بالتمر هندي، معلقتين من الزيت كده حلوين او 3، وحطت عليها حبوب خردل شوية صغيرين، حط عليها حلبة. وطبعا احط دلوقتي ايه، بصلية واحدة، دي بصلية واحدة انا مخرطاها صغير، ومعلقة كبير معجون زنجبيل وثوم وفلفل اخضر واوراق الكاري. بحط عليهم ايه، شوية ملح عشان ايه الخضار يدبل بسرعة مع بعضه. تمام. طماطمية واحدة فقط مقطعة زي ما انتم شايفين كده، ومع التقليب وهسيبها شوية، هتلاقي كله هينزل لتحت يعني هيبقى مستوي. يعني هنخلي بقى معلقة من البابريكا وشوية من الملح وشوية من الكركم، وهنحط كمان معلقة من الكزبرة الناعمة جدا، يعني الهنود بيخلوا الكزبرة بتاعتهم ناعمة جدا جدا جدا، زي الكمون كده، لان بصوا بيستخدموه كمان في جميع الاكلات، بتبقى ريحته جميلة سبحان الله، ومن غير الكزبرة بيبقى طعمه مش حلو. المهم قلبت كويس جدا 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 وخليته يدبل خالص زي ما انتم شايفين. خلاص تمام. هنعمل ايه، حطينا نص بقى ايه، نص كوباية من التمر الهندي اللي كان منقوع. انا خدت ايه شوية، انا خدت يعني شوية خليته على ايه، على الصنبر، وشوية لمين، للاستاذ ده السمك الجميل اللي احنا شايفينه معانا ده. تمام كده. تمام. المفروض قبل ما يعني قبل ما اخلي السمك احط ايه بقى، احط بهارات السمك، يا اما بقى جرام مصالة، لكن انا نسيت فلحقت نفسي بالسريع وظبطت الملح بتاعك، عشان ايه السمك ممكن يتهري منك بالتقليب، فحاولت بقى ايه اظبط نفسي قبل ما منهار. دي بقى يا جماعة بصوا، سبانخ حمراء، دي سبانخ ايه حمراء، غسلتها كويس جدا جدا وطلعت منها اي شوائب واي اعشاب ضارة ملهاش لازمة، وقطعتها كده قطع زي ما انتم شايفين عادي خالص. وحطيت بقى ايه معلقة كبيرة من الزيت او معلقتين، وشوية صغيرة من حبوب الخردل. اول ما تطقطق كده تحطي بقى عليها ايه بقى، السبانخ، وتحطوا عليها بصلية واحدة صغنونة، وشوية كده من جوز الهند، وعليها ايه الملح بتاعها، وشوية من الكركم، شوية من البابريكا، شوية وفلفل اخضر كده يعني. خلاص هم 5 دقايق وبنقفل على السبانخ. دلوقتي الرز بتاعنا استوى، انا صفيت الرز. اوعي ترمي المية، دي جميلة جدا جدا، تغسلي بيها شعرك هيبقى اطول حاجة لرجلك. بصوا بقى هعمل لكم بقى كمان شامبو للشعر، واعمل لكم حاجات جميلة قوي للشعر ان شاء الله قريب باذن واحد احد، بس يا رب ما كسل. بس انتوا بقى سخنوني، قولي خلصي يا راجع ينزلي، وان شاء الله بقى انزل ان شاء الله. هنا بقى عملت ايه، معلقة كبيرة من البابريكا، وهنا معجون الزنجبيل والثوم وليمونة كبيرة، وحطيت ملح وكركم وبهارات السمك وشوية من الزيت والملح، وعجنتهم ايه او صحيح نسى اقول لكم، معلقة كبيرة من النشا. تمام. وعجنتهم كويس قوي قوي من مع بعض، انا مخلتش مية نهائي، شايفين السبانخ استوت اهي بقت زي الفل. وكمان ايه
مين مولوتا او مين مولجي استوى بقى مية مية فل. ده هو ده السمك بالتمر هندي. نرجع للسمكية بتاعتنا نحمرها، بس يا ريت قبل ما تتحمر تسيبيها حوالي نص ساعة كده ايه في التتبيلة، تمام؟ هتديكي طعم خطير خطير خطير. بعشق السمك ده بجد. يا رب ما يكونش طولت عليكو، هو ده غدانا تفضلوا معانا. عملت بقى مين ملوطه وصمبر وتيره، وفي هنا الروب الابيض ده روب، ودي اللي في ايدي دي بابرم، ومخلي الهندي مانجا، والرز المسلوق. كل سنه وانتم طيبين، متنسوش في لايك. مع السلامه. اذكرني وانساه وليس الحب الا هو.